السلام عليكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. معكم حماد القرشي وانتم الآن على قناة الراوي ستوريز. القصة ديال اليوم كنعتبرها من القصص المتداولة جدا واللي بزاف من الرواة كانوا سردوها من قبل، وكنت أنا يا واحد منهم. شحال هادي كان جاني واحد تعليق وكان رسل لي الميساج، وكانت هادي الرسالة اللي بعتها لي. كنت منا من كل قلبي أنك تسرد لنا هاد القصة، واخا سمعتها من بزاف ديال الناس، ولكن كنتمنى انني نسمعها بصوتك انت. القصص واخا كتكون نفسها، ولكن الرواة كيسردوها كل واحد بطريقته، وانا كنت واحد من المتابعين اللي بغيت نسمعها بصوتك، فشكرته على هذا الكلام الجميل اللي قدمه ليا. فقلت ليه راه القصة متداولة وما كان بغيش نعاود القصص اللي يكونوا ديجا يعني معودينهم الناس. وهذا الميساج كان ترسل ليا يعني تقريبا هذه شي 3 شهور، وانا يا بظهوري نسيته الصراحة. وغير هادي يومين ولا رجع كتب ليا وقال لي: خويا ياك ما نسيتنا، زعما راني طلبتك باش تحكي لينا هذيك القصه بصوتك، وكنتمنى انك ما ترفضش هاد الطلب المره الثانيه. فهنايا جاوبته على الفور وقلت له ان شاء الله غادي ننزل شي قصص ان شاء الله ويكون الخير. وداك الشيء اللي كان، نزلت لكم بعض من القصص وجاء الدور ديال هاد القصه. وبالمناسبه كنحيي هاد الشخص، الاسم ديالو انور من مدينه مراكش. ديديكاس اخويا من عند الراوي ستوريز، وتحية للناس مراكش كاملين. وبصراحة هذه المدينة ما عمرني ما مشيت ليها، ان شاء الله تجيبها الوقيتة ونجي نزور الناس ديال مراكش. وإلا كنت واحد ولا كنتي وحدة من الناس اللي ساكنين في مراكش، كتبوا لي في التعليق لتحت باش نعرف شحال من واحد كيتبعني من مدينة مراكش. ايضا كنوجه التحية الخالصة للشوافرية واللي كيشدوا الطريق واللي متابعينا دائما على القناة. فهاد القصة غادي تكون موجهة لكم انتوما. فالآن غادي تكونوا عرفتوا القصة على من كنهضر، قصة شيفور بنونة والطريق الملعونة. فبلما نطول عليكم، ديروا باستزامات الاستماع كيف العادة، وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكنتمنى لكم أقصى درجات الرعب. ويلا خليونا ندخلوا في القصة. من بعد 35 عام ديال الخدمة في الطرقان، 30 عام كانت منها في إيطاليا، قلت مع راسي الله يجعل شي بركة. فقررت أنني نشد التقاعد ديالي ونرجع للمغرب الحبيبة. الناس اللي كنت خدام عندهم في إيطاليا هاد المدة كاملة داروا لي واحد الحفل ديال التكريم، وعرضوا على الناس كاملين اللي كانوا خدامين في الشركة كجزاء على المجهودات والتفاني ديالي في العمل طوال هاد السنوات اللي دوستها معهم. أعطوني مكافأة نهاية الخدمة وبزاف ديال الهدايا كعربون وشكر وامتنان. من بعد هاد الحفل ديال التكريم بشي ايام قليلة، عيطت عليا النقابة السائقين المهنيين وخبروني ان الوزارة المكلفة بالنقل بايطاليا غادي تعطيني جائزة اخرى سميتها السائق المثالي، لانني وطيلة 30 عام وانا في ايطاليا عمرني ما درت شي مخالفة ولا ارتكبت شي حادث، وهذا كان من فضل الله والحمد لله. وداكشي فعلا اللي كان، التحقت بهم في المقر البلدية كيف ما خبروني، وسلموني مبلغ مالي وطوموبيل دايز هالكلام، وداروا معايا روبورتاج في الراديو حتى في التلفازة. الناس اللي ما كيعرفونيش فاش كيشوفوا الوجه ديالي اول مرة كانوا كيدهشوا وكيطيح عليهم العجب، حيتاش النصف الايسر ديال الوجه ديالي كان كحل وفيه التجاعيد، والنصف الاخر كان ابيض ونقي. حتى انتم غادي تسألوا علاش، ولكن أنا غادي نجاوبكم. طيلة المدة دي الاشتغال ديالي في الرموك كنت كنسلك نفس الطريق في المشي ونفس الطريق في الرجوع، وكانت ديما الشمس كتضرني على الجهة اليسرية من الوجه ديالي وكتبقى الجهة الأخرى ما كتوصلهاش الشمس. وبمرور الأيام والشهور والسنين وبلا منشار ولا الوجه ديالي هكذا. ودابا كنظن أنكم عرفتوا السبب. فكان هذا الأمر كيسبب لي إحراج في الأول، خصوصا فاش كان كيبقى الناس كيشوفوا فيا وكيستغربوا،
ولكن مع مرور الوقت ولا الأمر كيجيني عادي، خصوصا من بعد ما زرت الطبيب ديال الجلد وخرج لي شي بومادات تماك نقصات هذيك الكحولية شوية على الأقل، ما بقاتش كيف ما الأول. بقيت شي أسابيع قليلة من بعد الحفل التكريم الأخيرة، ثم شديت الطريق أنا والحاجة ومراتي باش نرجع للمغرب. أما ولادي بثلاثة بقوا في إيطاليا، جوج منهم خدموا في السياقة بحالي، أما الولد الصغير فسلك المسار مختلف على خوته وقرر أنه يكمل الدراسة دياله. رجعنا أنا والحاجة للدوار، واللي حتى حاجة ما تبدلات فيه نهائيا كل هاد السنين كاملة، بقات كيف ما هي بحالة كيف ما كنقوله. الوقت والزمن جل حتى لعنده وتوقف، وبما أنني شديت التقاعد وما بقى عندي ما يدار، فقررت أنني نقابله ونطور واحد المشروع صغير ديال تربية الغنم والأبقار اللي خليته في الدوار، ومخلي ولد عمي مقابله لي فاش كنت مازال في إيطاليا. فشريت شاحنة باش يبدأ ينقل الأبقار والأغنام ويبيعها في الأسواق، يعني بيع المواشي القريبة من الدوار، والواحد هو اللي يدير باش يرجع. دابا هادي شهرين وأنا في الدوار، وكنشوف هذاك الكاميو تقريبا كل يوم، وفي كل مرة كيشدني الحنين أنني نرجع نسوق من جديد. لكن ما عمرني ما كنت كنزعم، حتى لواحد النهار كان وقع لي واحد الموقف واللي خلاني نرجع للسياقة من جديد. واحد الصباح مشيت للمارشي ديال الفيلاج باش نتقدى الخضرة المالين الدار، فتفاجأت بالأتمنة الخيالية اللي كانوا كيبيعوا بها. المطيشة ب12 درهم، البطاطا ب9 دراهم، وحتى من البصلة داري لها 5 دراهم. واش أنا بصح في المغرب ولا مازال في إيطاليا؟ بقاو فيها غير الناس ديال الدوار المساكن اللي أغلبهم دراوش وما يقدروش يتقدوا لولادهم من هاد السوق. فرجعت للدار وأنا يطال لي الدم وكنهضر غير بوحدي. فاش قربت للدار هو يبان لي الكاميو من البيت، فهنا يجيني واحد الفكرة. طلبت من ولد عمي السالمي أنه يدوز عليه التي وينظفه بالسربة، وقررت أنني نمشي للبحيرات القريبة من الدوار نعمر الكاميو كامل بالخضرة، ثم نفرق على قاع الناس فابور قدام السوق. وفعلا داكشي اللي كان فراسي درته، وما رجعت للدار حتى خويت قاع الخضرة اللي كانت في الكاميو وفرقت على الناس المساكن الدراوش. وخا هادشي جبد لي الصداع والخصومة مع الخضارة، وهدوني أنهم غادي يدعوني لأنني سببت لهم في الخسارة، ولكن حتى أنا يا واجهتهم وهددتهم بأنهم إلى زادوا في الأتمنة ديال الخضرة بدون سبب فهاد السوق الماجي غادي نعاود ندير نفس الشيء واللي ليها ليها. ومن نهار فاش رجعت للمغرب عمرني حسيت براسي ناشط وفرحان بحال اليوم، ماشي حيت فرقت الخضرة فابور لا، ولكن من حيت رجعت نسوق الكاميون من جديد. حسيت براسي بحال شي حمامة كانت محبوسة لمدة طويلة ويلا تلقوها. الحياة بالنسبة لي هي الطريق والسوقان. صحيح أنني كنت كنسوق السيارة ديالي يوميا، ولكن سياقة الشاحنة شيء مختلف كليا، وهادشي غادي يحس بيا غير الناس اللي مجربة. وديدي قاس وتحية للناس السواقة واللي كيشدوا الطريق. كنت كنحس بالحرية والسعادة، وداك النهار قررت أنني نرجع للميدان ديال السياقة من جديد، مادام أن الله مازال عطيني الصحة وراكمت التجربة المهنية الكبيرة والطويلة. اتصلت بالحاج المبارك واللي كان عندي معه علاقة مهنية فاش كنت في إيطاليا، وتبارك الله عليه رجع المغرب واستثمر الفلوس ديالو في النقل، ولو عنده بزاف ديال الشاحنات اللي كيمشيو لموريتانيا ومالي. هدرت معه وقلت ليه أنني باغي نرجع للسياقة من جديد. في الأول استغرب للفكرة وبدك يضحك، وش انت مازال ما بغيتي تعيا؟ راك عارف الحاج مبارك أنا يا السوقان كيجري ليا في الدم ديالي، وما كان ارتاح حتى كنشوف القدرون قدامي. ايوا واش غادي نقول لك الحاج، تبارك الله عليك، ايوا مرحبا بك معنا. فهذيك المحادثة ديالي معاه
قدم ليا بزاف ديال النصائح والتوجيهات اللي غادي نحتاج، ولاقاني بشي ناس اخرين في الدومين ديالي واللي فادوني بزاف بدورهم. ودازت الاسابيع ومن بعد ما شريت فيها رموك كبير لقيت راسي شاد الطريق لموريتانيا. هذيك الرحله كانت كلها غموض، وداكشي اللي داز عليا فيها كرهني في السوقان وما يجي منه. الطريق ديال الصحراء طويله وصعيبه وماشي اي واحد يقدر عليها. كنت كنديرها في سنوات الاولى ديالي في السوقان قبل ما نمشي لايطاليا، واليوم واخا الحال كان سخون شويه في الصباح ولكن برد الجو بالليل وطاحت الضبابه، وبصعوبه وليت كنشوف الطريق لان الساحل ما بعيدش بزاف. الطريق ما فيهاش الفراجات والحديد اللي كيدوز منها قليل بزاف، وهذا الشيء كان كيجيب لي النعاس. ما كاين لا ديور ولا فيلاجات ولا قهاوي غير الرمله والقدرون. دست على تيزنيت وقلميم وطنطان، ودابا مازال قدامي الداخله. وقبل ما نوصل المركز الحدودي الكركرات، اقصى نقطه حدوديه المغرب مع موريتانيا، وشويه ويتقطع لي الراديو واللي كنت مهنس به في الطريق. بدات الضبابه كتزول شويه بشويه، وحتى من الريزو ديال التليفون مشى. وفجاه وبدون سابق انذار بل يبغل بيض كيجري وقاطع الطريق. ما عقلتش على راسي حتى بركت على الفران ديراكت، ولكن الحمولة ديال الشاحنة والسرعة اللي كنت غادي بها ما خلانيش نحبس الفران بسرعة. وحسيت بالرويضة دازت عليه. ولكن اش كيدير بغل في هاد البلاصة الخاوية من الصحراء؟ كون كان جمل كان غادي يجيني الامر عادي، واخا الامر كان مستبعد الحدود ديالو. اما يخرج لك بغل من وسط الصحراء فهاد الشي اللي ما غاديش يدخل العقل. وقفت الشاحنة ديالي في الجنب ديال الطريق وهزيت البيل ديالي، قلت على الأقل إلى ما تنجروه ونراوغه من الطريق لأنه يقدر يفاجأ شي حد آخر ويسبب ليه في شي حادث الله يستر. ولكن من اللي نزلت ومشيت كانت هنايا الطامة الكبرى. فاش نزلت من الرموك ما لقيت حتى شي أثر ليه نهائيا، لا جثة ولا دم ولا والو. قلبت تحت الروايد وفي جنب الطريق لكن ما لقيت حتى شي حاجة. وفي هذيك الأثناء اللي جاتني الحيرة والاستغراب سمعت شي صوت كان داير بحال شي حديدة طاحت من فوق الأرض. تلفت من مورايا باش نعرف مصدر هذاك الصوت. بانت لي سنسلة غليظة وطويلة مرمية في الطريق، والبغل كان واقف على رجليه وكيشوف لجهتي. العينين ديالو كيضويو بحال شي بولات. ما عقلتش على راسي حتى بديت كنجري للشاحنه وسديت عليا وبديت كنقرا في القران الكريم. كان هادشي ما عمرني ما صادفته في حياتي طوال هاد السنين ديال هاد الخدمه. وكنت غادي وكنت لفت في جنابي، وكان جاب لي الله في هذيك الوقت ان شي واحد كيراقبني ولا جالس قريب من حدايا. وفجأة هو يرجع الراديو كيخدم بواحد الصوت قوي بزاف واللي من خلاله قفزني من بلاصتي. طليت من التليفون ولقيت الريزو يلاه رجع ليه، وقررت في هذيك اللحظة انني نعيط على الحاج المبارك ونعود ليه اشطرة. والصدمة كانت هنايا قوية، فاش جاوبني وقال لي ان شي شيفورات خدامين عنده كانوا شافوا نفس داكشي اللي شفت، وانه ماشي بغل وانما كانت حاجة اخرى. موالف فاش كنت كنسوق كنبدا كنغني ولا نردد بعض التراتيل، ولكن هاد المرة الطريق كاملة وانا غير ساكت وكنفكر. كنفكر في هاد الموقع اللي وقع ليا. صحيح انني ما كنآمنش بوجود الجن، ولكن عمرني اعتقدت انهم يقدروا يتمثلوا لي على صفة حيوان، او لا بالضبط يتمثلوا لي انا. وصلت للمركز الكركرات وهو أبعد نقطة حدودية ما بين المغرب وموريتانيا. وقفت الشاحنة في الصف
كنت شاد النوبة ديالي قبل ما ندوز في السكانير ديال الجدارمية، واليوم كان زحام بزاف في المركز وتقدر ما توصلنيش النوبة حتى تدوز ساعتين ولا ثلاثة. فقلت أنني نشم الهواء شوية ونشرب شي قهوة ونحاول ننسى داك الشي اللي وقع، وحتى هداك الشي اللي قال لي الحاج مبارك. الحاج مبارك فاش اتصلت به كان وصف لي اش وقع، ما كانش باغي يهضر معايا في داك الموضوع نهائيا، وبدا كيحاول انه يقنعني انني ما نعمرش راسي بهذا الشيء. ولكن من خلال النبره ديال الصوت ديالو والطريقه ديالو في الكلام حسيت به مخبي ليا شي حاجه كبيره. ولكن فاش بديت كنلح عليه قال لي بانه من خلال داك الوصف اللي عطيته فداك الشيء اللي صدمه في الطريق كان ماشي بغل كيف ما كان كيسحب ليا، وانما بغله كانوا كيسميوها بغله الروضه، وبالشلحة كتسمى تمغارة نسمدال، وكتخرج من المقبرة فاش كيطيح الليل، وكتكون مربوطة بالسلسلة ديال الحديد وكتبقى كتجري حتى كيطيح الصباح. وزاد شرح لي انه حسب المعتقد الشعبي المغربي فهاد البغلة كانت امرأة بحال كاع العيالات، ولكن فاش مات ليها الراجل ما شداتش حق الله وبدات كتخرج مع الرجالة وكدير معهم شي حوايج خايبين، وداكشي علاش الله مسخها في شكل بغلة، وأن أي شخص صادفاته في الخلاء يا إما كتخطفه أو لا كتديه المقبرة وكتدفنه حي، أو لا إما كتقطعه أطراف وكتاكله ما كيبقى فيه والو. يا ربي يا سيدي، أش بيني وبين شي بغلة حتى تخرج ليا في الطريق؟ كيفاش غادي نقدر ندير نرجع؟ والطريق كانت خاوية غير الصحراء والقفار، أش داني لشي موريطانيا ولا مالي؟ كون غير بقيت مقابل دويرتي ومعيزاتي حسن ليا من هاد الويل. ومن بعد 4 سوايع وصلتني النوبة باش ندوز في السكانير ديالهم، ومن بعدها دخلت لموريطانيا وبت ليلة في مدينة أطار باش في الصباح بكري نشد الطريق لنواكشوط. وداكشي فعلا اللي كان، فاش وصلت لنواكشوط فرغت الحمولة ديال الشاحنة وارتحيت شوية وشديت الطريق ديال الرجوع للمغرب، طريق الملعونة والطريق الغامضة، وما عرفت شنو اللي كيستناني تماك، وحتى شي حاجة ما كانت في بالي غير هذيك المصيبة ديال ديك البغلة. في الرجوع وعند المركز الحدودي ما تعطلتش بزاف حيت رجعت خفيف وبدون حمولة. وصلت لمدينة الداخلة وقررت أنني ننعس شوية لأن التعب والإرهاق هلكوني. السياقة في الصحراء كيختلف كليا على ديال أوروبا، أوروبا كلها طرق السيارة وكتسوق براحتك وبأقل جهد، أما ديال الصحراء كلها حفاري وضيقة. وشحال من مرة فاش كنت كنتقابل مع شي شاحنة جاية من الجهة المعاكسة كنكونوا ملزمين أننا نجبدوا روتروفيزور ديالنا باش ما يتصادموش مع بعضهم. قبل ما نخرج من الداخلة حاولت أنني نقنع راسي بأن هداك الشي اللي وقع ليا كان مجرد تهيؤات وتخيلات وما كيلاش نبرزت راسي بالأوهام، وحتى إلا كان داكشي فعلا بالصح وكيف ما كانوا كيحكيو الشيفورات فهادشي ما كيعنيش أن داك الموقف غادي يتكرر معايا أنا. ولكن ما حدي كنقرب حتى كنحس بالقلب ديالي كيضرب وباغي يخرج من بلاصتو. هادي 3 سوايع باش خرجت من الداخلة، الجو كان بارد والضبابة طايحة، ولكن فاش بقات شي 10 الكيلومترات على ديك البلاصة حتى بدا الجو كيصفى بالتدريج، وحتى من الراديو والريزو ديال التليفون تقطعوا تماما كيف ما وقع في المرة الأولى. وهنايا بديت كنتظاهر الأسوأ. ما دازتش بزاف ديال الوقت حتى بانت لي واحد الشاحنة قدامي، فرحت بزاف لأنني على الأقل غادي نلقى الوناسة في الطريق، ولكن هاد الفرحة دغيا غادي تزول وغادي تولي خلها فاش غادي نقرب ليها. الشاحنة اللي قدامي كانت غادية بواحد البطء شديد بزاف، وما قدرتش باقي نسيرها بنفس السرعة اللي كانت غادية بها. كلاكسونيت عليها وهي تعطيني الإشارة باش ندوب لها، وداك الشي فعلا اللي درت، دوبلتها وانا كنحاول نشوف شكون الشيفور اللي سايقها. وهنايا كانت الصدمة، لقيت انه ما كاين حتى شي واحد من مورا الفولا، وان الشاحنة غادية غير بوحدها. وفي هذيك اللحظة حسيت بالجسم ديالي كله كيترعد وفقدت القوة في يدي ورجلي، وحاولت أنني نحافظ على الهدوء ديالي ونكمل الدوبلاج ونحاول نخفي الخوف ديالي.
فجدوبلتها حاولت في الأول نشوفها في الروتروفيزور ديالي، كنت كنشوفها غير بنص العين، ولأنه من شدة الخلعة ما قدرتش ندور راسي كامل باش ما تشوفش. ولكن هنايا كانت المفاجأة الكبيرة، الطريق من ورايا كانت خاوية، والشاحنة يلاه دوبلتها غبرات بحال عمرها ما كانت. فقدت القدرة على التركيز وبديت كندور راسي وكنتلفت في كل شوايا، ساعه ما بان ليا والو. وهنايا قررت انني نزيد شويه في السرعه ونحاول نبعد من هذا الطريق باسرع وقت، وبقيت غادي حتى دخلت لمدينه بوشتور واللي ارتحيت فيها شويه، وكملت من بعد هذا الطريق حتى وصلت للدوار ديالنا. فاش دخلت للدار كنت مهلوك بالعياء، مشيت مباشره وطحت دوده وما فقت حتى دازت 15 ساعه. فاش فقت خرجت قدام الدار نشم شويه ديال الهواء، ومنها نيت نرجع السين تاللور، وشويه هو يبان لي ولد عمي السالمي كان كيدخل الماعز للزريبه، واللي غير شافني جا سلم عليا سولني كيفاش كان السفر ديالي، وبقينا كنهضروا شويه. من بعد طلب مني باش نستنى شويه ومشى باش يجيب لي شي حاجه كنلقاها مليوحه من اللور ديال الشاحنه ديالي، ودخل الزريبه فين كان مخبيها، ثم جا وكنهزها في يديه، واللي غير شفتها من خلالها حسيت برجلي اخوات والريق اللي كان فمي نشف. فاش شفتو هز ديك السنسله وجاي لعندي حسيت برجلي اخوات والريق اللي كان فمي نشف. ما حدو كيقرب وانا كنزيد نتاكد ان هذيك السلسله اللي كان هاز في يديه هي نفس السلسله اللي طاحت عليها عيني في ديك الطريق المشؤومه. وبقى السالمي كيهضر معايا، ولكن العقل ديالي كان مرفوع وما كنتش كنسمع اش كان كيقول. هاد البلاء اللي وقع ليا واخا بعدت عليه بمئات الكيلومترات ها هو تابعني حتى لداري، اش غادي ندير؟ اش غادي ندير؟ الى داكشي بدا كيخرج وكيبان ليه في الدار، اش قربني لشي طريق واش داني لشي صحراء؟ بقيت كنهضر غير مع راسي وكنخمم وكنشوف هذيك السلسله، حتى حسيت بالسالمي كيحرك فيا. والحاج والحاج مالك ساهي الحاج؟ واش ما سمعتينيش اش قلت ليك؟ شنو؟ اسمح لي ما اسمح لي ما سمعتكش مزيان، طريقه ولدي هلكاتني ومازال خاصني نرتاح شويه. داكشي علاش ولدي؟ عاود لي شنو قلتي؟ كنت كنسولك اش نديرو بهاد السلسله، نرجعها للكامي ولا ندخلها للزريبه حتى تحتاج ليها؟ سير سير، لوحة في شي بير، لوحة في البحر، لوحة في الخلا، المهم ما تخليهاش عندنا، واش فهمتي؟ ها؟ دير داكشي اللي قلت لك. واخا سي الحاج، كلامك مسموع. دابا هادي سيمانة وانا في الدار، كنت غير كنخمم شنو غادي ندير من بعد، واش نقلب على الشاري ونبيع ليه الشاحنة ونهني راسي، أو لا نقلب على شي شيفور يخدم فيها. علاش لا، حتى هذه فكرة زوينة، ولكن صعيب نلقى شي واحد يتهلا لي في الشاحنة ويديرها بحال ديالو. ففكرت ولقيت أنني ما غاديش نلقى حسن ولد عمي السالمي، ثقة والأمانة ومعقول. سولت واش عنده البيرمي ديال الرموك، قال لي أنه عنده غير ديال الطوموبيل والكاميو، كان ديما كيفكر باش يديرو، ولكن ما سالاش بسبب الخدمة ديالو. وفي نفس اللحظة جاتني فكرة أخرى، اقترحت عليه أنه يكون المساعد ديالي ويعود يمشي معايا لموريتانيا، أما الشغل ديال الزريبة والغنم غادي نشوفو ليه شي واحد آخر يقابلو. السالمي تحمس بزاف للفكرة ووافق بالزربة، وحتى أنا يعجبني الحال لأنه وافق أنه يمشي معايا، لأنه بالإضافة للصدق والأمان اللي كان كيتميز بها، دمه كان خفيف والواحد ما كيشبعش من الهضره ديالو. واخا كان العمر ديالو صغير بزاف بالنسبه ليا انا، ولكن كلامه كان كبير وعقله موزون، وفي نفس الوقت غادي يعاونني ويونسني في الطريق. طلبت منه يقاد الباسبور ديالو وشي اوراق، واللي مباشره فاش قادهم لقينا راسنا كنوجدو باش ننطلقوا لموريتانيا من جديد. وقررت انني ما نعاود ليه والو من داكشي اللي وقع ليا في الرحله الاولى، حيت واخا غادي نعاود ليه ما غاديش يصدقني، وغادي يقول هذا غير شرفه وخرف. توكلنا على الله وانطلقنا،
الجو كان زوين والطريق كامل وحنا ناشطين وما حسيناش بالطريق كاع. فاش قربنا نوصلوا لهذيك البلاصه المشؤومه حسيت بالقلب ديالي كيتصدخ. كنت كنستنى الأسوأ، ولكن الشيء الغريب ان حتى حاجه من داكشي اللي كنت خايف منه ما وقع. وحتى فاش وصلنا لموريتانيا وتمينا راجعين ما وقع والو. من بعد هاد الرحله ولينا كنمشيو بجوج وبصفه منتظمه لموريتانيا وحتى مالي والسنغال، وعمرنا ما تصادفنا في شي مشكل في الطريق. بديت شويه بشويه كنسى كاع داكشي اللي وقع، كان كل شي غادي على احسن ما يرام. حتى لواحد النهار كنت كنوجد باش ننطلق في رحله جديده، فتفاجات باتصال ديال ولد عمي السالمي تيقول لي فيه انه مريض بزاف وما يقدرش يمشي معايا هاد المره. تلفت وما عرفت ما ندير، كنت مضطر انني نمشي غير بوحدي هاد المره حيت ما نقدرش نعطل السلعه لما ليها. وداكشي اللي وقع لي في ديك الرحله كانت أسوأ حاجه وقعت لي في المسيره ديالي المهنيه، واللي بسببها كانت هذه اخر رحله لي في الصحراء. توكلت على الله وقررت انني نطلق غير بوحدي هاد المره. من بعد المرض المفاجئ ديال السالمي هاد الليله الشتا خيط من السماء وخصني نزيد نرد البال، حيتاش بسبب الشتا والحموله ديال الشاحنه الخطوره كتزاد. الليل كامل وانا كنسوق حتى بدات الخيوط الشمس الاولى ديال الصباح كتبان، وقررت انني غير ندخل لطنطان نتوقف نفطر وننعس شويه قبل ما نكمل الطريق. وداكشي فعلا اللي كان، اداتني الغمضه وفقت وشريت القهوه ديالي وانطلقت. وقبل ما نوصل لطرفايا بواحد العشرات ديال الكيلومترات وفي الوقت اللي ما بقاتش بزاف باش يطيح الليل، بان لي واحد السيد كان واقف حدا واحد الصخره في جنب ديال الطريق. الوقفه هي الوقفه والملامح هما نفس الملامح. ايه هو، والله حتى هو، هذا هو السيد ريسمو البيكوب واللي كان جارنا في الدوار قبل ما يرحل النواحي ديال اكادير. هادي 10 سنين ما بقيت شفتو المسكين ولا سمعت خباره، وكان مشى ليا حتى من بالي في هاد المده كامله. ولكن اش كيدير في هاد الخلاب بوحدو؟ بانت لي واحد البلاصه في جنب الطريق خاويه، قررت انني نوقف الشاحنه ونمشي لعندو. قربت ليه وتاكدت انه فعلا هو، فسلمت عليه ما ردش عليا حتى السلام، حرك غير بيديه بواحد البروده كبيره. كنهضر معاه هو كيشوف فيا غير بواحد الجهه، والوجه ديالو كان كامل زرق والعينين كانوا كيبانوا بحال خارجين من بلايصهم. سنانه كانوا كاملين طايحين والحوايج ديالو كانوا مسخين. سولته واش نتايا هو السي ادريس، حرك راسه بحال كيقول لي لا، ولكن واخا هو كان كاين فيه وانا متاكد انه هو بنفسه. ما فهمتش علاش كيتصرف هكذا. حطيت يدي على الكتف ديالو وهنايا حسيت بها باردة بحال حطيتها من فوق التلج. قلت لي انني نقدر نديه معايا باش نوصلو الا كان غادي في شي بلاصة في الطريق، لكن هو بقى ساكت وما جاوبنيش. تميت راجع للشاحنة باش نمشي في حالي، وحطيت 5 ديال الخطوات بالحساب. قلت مع راسي مخشاي غادي يحتاج لشي حاجة. درت يدي في جيبي وجبت شي بركة ديال الفلوس ودرت كنت باغي باش نرجع باش نعطيها له. وهنايا كانت الطامة الكبرى. فاش تلفت ما لقيت حتى شي واحد، حسيت بالرجل ديالي بداو كيرقدوا عليا. مستحيل شي حد غادي يغبر بهاد السرعة وفي هاد المكان بالذات. انا ما بقيتش باغي نبقى مازال في هاد البلاصة، درت غير بالشوية وتميت راجع للشاحنة غادي. وكنتمشى وكنحس بحال الارض كتدور من تحت رجلي، وبصعوبة كبيرة قدرت نطلع في الدروج ديال الشاحنة. سديت عليا الباب وانا انضماري في حالي. الطريق كامله وانا كنفكر في هادشي اللي وقع ليا تاني. حتى فاش كنت كنتوقف في المحطه ديال الاستراحه باش ننعس ما كانش كيجيني النعاس نهائيا. على الاقل كون كان معايا السالمي ما غاديش نخاف كيف دابا. وصلت اخيرا للمركز الحدودي ديال كركرات، وكيف العاده كان كاين الزحام، وقررت انني نتصل بالسالمي ونسول فيه كيف بقى، وفي نفس الوقت نقول لي انني تلاقيت مع السيد ريس في الطريق.
لكن هنايا كانت الصدمة الثانية ليا، فاش قال لي السالمي أن إدريس مات هادي 4 سنين في حادث سير. وفاش سولته فين بالضبط وقع هاد الشي، جاوبني وقال لي قبل الدخلة ديال طرفايا، أي في نفس الطريق وفي نفس المكان اللي شفته فيه. تأكدت في هذيك اللحظة فعلا أن هذا الطريق فعلا ملعونة. الطريق ديال المشي كتختلف كليا على الطريق ديال الرجوع، ففي المشي كتكون محصورة في الوقت ولازم توصل السلعة المواليها في الوقت المحدد، أما في الرجوع كتكون غادي على راحتك وخا ما بقات راحة في هذا الطريق. وصلت بالعشية لموريتانيا، خويت السلعة اللي كنت هاز وقررت أنني نمشي لشي أوطيل ونضربها بشي نعسة فاعلة تاركة ونعوض هاد النعاس اللي ما كنتش نعست، ومن حيث النعاس في الشاحنة هلكني هاد المدة أكثر من القياس. جميع الغرف اللي كانوا في الأوطيل كانوا عامرين ديك الليلة، وبقات غير غرفة وحدة بالدوش هي اللي خاوية. قلت مع راسي مزيان نيت نضربها بشي تدويشة قبل ما نمشي الناس، وقررت باش ناخدها. فاش دخلت الغرفة وبسبب العياء مشيت مباشرة وتلحيت من فوق السرير وحاولت أنني ننعس، لكن النعاس طار بسبب كاع داكشي اللي وقع لي في الطريق. بقيت غادي وكنفكر وكنعاود وكنهضر مع راسي وكنقول واش أنا مريض؟ واش بديت كنتوهم شي حوايج ما كاينينش؟ يمكن، خصوصا أن في جميع دوك المرات فاش كنت كنتعرض دوك المواقف كنت كنكون غير بوحدي، أما فاش تيكون معايا السالمي ما كان كيوقع والو، ولكن السنسلة ديال الحديد واللي كنلقاها السالمي في الشاحنة شنو كتفسر هادشي؟ وإدريس اللي كنت كنشوف فيه في نفس المكان اللي توفى فيه، فهادشي مستحيل يكون أوهام أو حتى مجرد صدفة. من كثرة التفكير وبلا منشار اداني النعاس، ولكن هذيك الليلة دازت طويلة وطويلة بزاف، جاني فيها بغضات في الحلم، وفاش كان كيقجني كنت كنحس بدك الشي فعلا بحلا بالصح. فقت كل مخصر وعظامي كاملهم كيضروني بحلا شي واحد كان كيعطيني العصا. أما فاش شفت الوجه ديالي في المرايا لقيت الرقبة ديالي كاملة حمرة. أربي مولايا، أشهد شي اللي كيوقع ليا. قررت أنني نشد الطريق ديك الساعة ونرجع في حالي للمغرب، وأنا غير كنفكر كيفاش غادي ندوز هالطريق غير بوحدي. صراحة الغلطة كانت ديالي، ما كانش عليا نسافر بوحدي لأي سبب من الأسباب. غادي وكنسوق وكنستنى غير في الأسوأ، وأي شخص أو حاجة كنت كنشوفها أو لنتصادف معها في الطريق كنبقى نشوف فيها شحال باش نتأكد فعلا واش حقيقة أو لا خيال. وفاش قربت من هذيك الصخرة اللي شفت فيها السيدريس قررت أنني ما نشوفش في الجهة ديالها نهائيا، لأنني ما بقيتش قادر نستحمل شي مفاجآت أخرى، وداك الشي فعلا اللي درت. فاش وصلت لهذيك البلاصة اللي تيقولوا ليها أخ نفيس حاولت نحافظ على الهدوء ديالي ثم دست، ولكن غير في التعب شي كيلومترات قليلة وبالضبط قبل من واحد المدينة سميتها الوطية. وأنا ينشوف جوج العينين من وسط الطريق كانوا كيضويو بحال شي بولات من وسط الطريق، وديك الساعة عرفت أن الإطارة والخلعة ديال بصح يلا غادي تبدأ. فشفت هذوك العينين أول حاجة خطر ليا في بالي هي هذيك البغلة مولات السنسلة. تلفت وما عرفت ما ندير، واش نحبس الفران ولا نكمل. وفي هذيك اللحظة وبلا منشار دخلت في لابيست واللي كان في جنب الطريق. الشاحنة تزعزعت واحد زعزيعة حتى حسيت بها بحال غادي نتقلب، خصوصا مع السرعة اللي كنت غادي بها، لكن رجعت سيطرت عليها وكملت طريقي من وسط لابيست. ولكن هاد المرة كانت الطريق غادية بيا نحو المجهول. هذه 10 دقائق وانا غادي من وسط الخلاء، ما عرفتش هاد الطريق فين كتودي، ما كاين لا ضو ولا بنادم ولا حتى حيوان. المهم كان بالنسبة لي هي نبعد من هذيك الطريق الملعونة، ولكن الحاجة اللي ما عرفتش هذيك الساعة هي أنني اتخذت القرار الخاطئ وأن الأسوأ كان مازال باقي مبدأ. فجأة الأضواء ديال الشاحنة كلهم طفاوا حتى ما بقتش كتبان لي الطريق، ومن مراها بشي ثواني قليلة سكتت الشاحنة حتى هي
يا ربي مولايا أشهد شي تاني، بحال هاد الموقف بنادم كيفقد التركيز ديالو وأول حاجة كتخطر ليه على بالو كينفذها بلا ما يفكر واش هي صحيحة ولا خاطئة. الصمت كان رهيب والظلام كان دامس، حتى حاجة ما كانت كتسمع من غير الدقان ديال قلبي واللي حسيت به بحال كان باغي يخرج من بلاصتو. جاب لي الله أنني داير بحال شي واحد حاطينه في شي قفص ديال السباع وما عارفش ما يقدم ولا يأخر، وجالس كيستنى في المصير ديالو. وفي وسط هاد اللحظات العصيبة سمعت شي حاجة كتقرب من البعيد، مصدر داك الصوت كان غادي وكيزيد وكيقرب، ثم عرفت اش من صوت. هذا كان الصوت ديال السنسلة المجرورة مع الأرض. حاولت أنني نخدم الشاحنة ويدي كانوا كيترعدوا. ولكن حلفت لا تخدم. هذاك الصوت قرب لي بزاف حتى شعرت أن ما بقى بيني وبينه غير شي أمتار قليلة. واش ننزل ونهرب؟ واش نبقى في الشاحنة؟ ساد الصمت الرهيب وبديت كنستنى الأسوأ. وفي لحظة وبدون سابق إنذار سمعت صوت قوي ضرب الزجاجة ديال النافذة ديال الشاحنة، ثم طار علي الزجاجة على وجهي. شفت في الجهة ديال النافذة بانوا لي الحوافر بيضين. ناري يا ميمتي، هذه هي البغلة بشكلها الكامل. هزيت البيل بالزربة ونقصت من الباب اللي كان على اليمين ديالي، وفاش رجلي لمست الأرض حسيت بها بحلة فدعات ما قدرتش نجري بها مازال. ولكن في ذوك اللحظات الألم هو آخر حاجة كيفكر فيها الواحد. ضربت الضوء ديال البيل في الجهة اللي كان من مرايا، شفتها بعيني وتأكدت هي هذه هي البغلة تبعتني من اللور. فين غادي هزي؟ اجي غير نسولك. شنو؟ هنا البغلة كانت كتدوي. تخيلت راسي بحال ناعس وهادشي كامل كيوقع لي غير في الحلم، حلم مزعج وصافي. حاولت نفيق راسي ولكن للأسف هادشي كان ماشي حلم وإنما كان في الواقع، وخصني نواجهه بأي وسيلة. أنا معاك بالله وبالشرع، إما بعدي مني. وغير أجي نسولك يا سيدي سؤال واحد وصير في حالك. فهدوك اللحظات فكرت الكلام ديال الحاج سيمبارك فاش كان هضر لي على البغلة، وأنها إلا تمكنت من الواحد يا إما كانت كتخطفه وكتديه للمقبرة وكتدفنه حي، أو لك تقطع أطراف وكتاكله. ما بغيتش يكون هذا هو المصير ديالي، وشعرت براسي أنني ما بقي عندي جهد، لا نجري ولا نخوت. ضويت البيل وهي تبلي واحد الشجرة، قلت مع راسي أن البغلة ما تقدرش تطلع مع الشجرة، فقررت أنني نطلع ديركت مع ديك الشجرة. ما دازتش بزاف ديال الوقت وهي تبلي جاية والسلسلة كانت مربوطة في رجليها تماما بحال الوصف اللي كان ليها في بالي. وفي هذيك اللحظة بديت كنقرأ في القرآن، ما عقلتش اش من صورة بالضبط كنت كنقرأ، واش فعلا هذاك الشي كان قرآن ولا لا. وتا واخا تبقى تقرا حتى الصباح، داكشي اللي كيستناك هو اللي غادي يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. اش بغيتي مني؟ بالله وبالشرح بعدي مني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما قلتيش لي يا سيدي واش بغيتي تركب عليا ولا نركب عليك انا؟ ناري القضية ولات فيها ركوب، انا معك بالله وبالشرح، ما نركب عليك ما تركب عليا غير بعدي مني. ما بقاتش عودت معايا الهضرة، بانت لي البغلة ظهرت وعطتني بالظهر ثم مشات بحالها. ولكن قلت مع راسي هي كانت كتستناني غير ننزل من فوق الشجرة باش ترفسني، وما دازتش بزاف ديال الوقت حتى رجعت تاني كتجري وضربت راسها بالشجرة واحد الضربة حتى تزعزعت الشجرة بالكامل. وبقليل من الحظ كنت غادي نطيح، ولكن تشبت بالأغصان ديال الشجرة مزيان لأنني عرفت أنها آخر أمل بقى عندي. البغلة ما بغاتش تعيها، كتضرب وكتعاود تضرب تقول واش داك الراس ديال هادي الحديد، وفي كل ضربة كنت كنحس بهاديك الشجرة بغات تهرس من الوسط. شوية وبدون مقدمات سمعت صوت الأذان ديال الفجر من البعيد. الله على الصوت شحال زوين، وفاش كيسمعوا الواحد كيحس بالراحة. فهذيك اللحظة سبحان الله مشى كل هذاك الخوف، وسلمت أمري لله وقلت اللي بغات توقع توقع دابا، وزاد الاطمئنان ديالي لأن هادشي كيعني أنه كاين شي تجمع سكاني قريب من هنايا. واللي زاد طمني أكثر فاش بانوا لي الخيوط ديال الصباح الأولى في السماء، لأن الحاج مبارك وعلى حسب ما كان حكى ليا أن هاد البغلة كتهرب فاش كيبدا يطلع النهار. وفعلا داكشي اللي كان، باقي كاع ما كمل المؤذن قوله الله أكبر حتى شفت هذيك البغلة قفزات بحال ضربها شي حد وهي تبدي كتجري حتى غبرات. أنا يا وخاك داك ما تقتش، وبقيت معلق في هذيك الشجرة حتى طلع النهار كامل، ثم عاد هبط. نزلت مهلوك وما بقى فيها جهد، ومشيت مباشرة للشاحنة ديالي واللي غير دورت فيها الساروت وهي تخدم سبحان الله. شديت الطريق ديالي وما عقلتش على راسي حتى كنت في الدار. كانت هذه هي آخر رحلة لي في الصحراء وفي المسيرة ديالي المهنية ديالي كاملة، غير الحمق هو اللي غادي يعاود يرجع لتماك. دوز من بعد السالمي البيرمي ديال الرموك ولا هو اللي خدام عليها، أما أنا فقررت أنني نبقى مقابل غير معيزاتي ونرتاح لي مع راسي. ومرة مرة كنت كنسافر لإيطاليا وكنشوف وليداتي اللي باقين خدامين تماك. قررت أنني نحتفظ بهذا السر لي بوحدي، لأنني إلى عاودت لشي واحد غادي يقول هاد المسكين غير شرفه بدك يخرف. قاع هادشي اللي داز عليا في التجربة الصعيبة ما كانتش مفهومة ليا، وكاملها كانت غموض وأسرار كبيرة. السر يقدر يستمر للأبد، والنصيحة اللي نقدر نقدمها لكم فاش تكونوا مسافرين بالليل تلفتوا من موراكم تقدر تكون بغلة القبور مولات السنسلة تبعكم. النهاية. سلام الله عليكم مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد. كانت هذه هي النهاية ديال هذه القصة، قصة شفور بنونة وطريق الصحراء الملعونة. كنتمنى أن القصة عجبتكم ونكون أنني قدرت ندير فيها إضافات واللي تكون من خلالها أنني وصلتها لكم بأحسن استماع بالنسبة لكم. شكرا للأخ اللي أصر أنني باش ننشر هذه القصة، فكنوجه له التحية وكنوجه للناس مراكش كاملين. وكيف ما قلت لكم الناس ديال مراكش يخليوا لي تعليق لتحت باش نشوفكم كاملين ونجي نزوركم. فكانت هذه النهاية ديال هذه القصة. إذا عندكم شي قصة وحبيتوا تشاركوها معنا، أو لا إذا حبيتوني أنني نعود لكم شي قصة على طريقة الراوي ستوريس،
فتواصلوا معايا على الانستغرام، الفيسبوك، الجروب ديال الفيسبوك او الصفحة ديال الفيسبوك او عبر الواتساب. فإلى ذلك الحين نتلقاو في قصة جديدة ان شاء الله، وكيف ما كنقول لكم دائما استنونا في الرواية الجديدة اللي غادي تكون في رمضان. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي من هذا القناة، قناة الراوي ستوريز. تصبحون على ألف خير. سلام.